وتشوفون المكان اللي أنا موجود فيه الآن إخواني وأخواتي، أنا حاليا موجود في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الموجود في لوسيل. ليش أنا موجود بقول لكم؟ معي أخوي طارق السادر. يا هلا مرحبا فيكم أخوي طارق. إحنا ما بنروح اليوم إن شاء الله اللاند مارك في حملة تفتيشية مفاجئة إن شاء الله. حماية المستهلك؟ إيه حماية المستهلك. الآن مع الإخوان في حماية المستهلك في جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية، وبتشوف شلون شغلهم. وصلت لأحد المجمعات التجارية وانتظر الشباب حماية المستهلك يوصلون، وبنبدأ مع بعض الجولة وبتشوفون مع بعض كل شيء. شو اللي بنشوفه الحين؟ شو بنسوي؟ يا مرحبا فيك. طبعا أول شيء راح نفتش على العروض الترويجية والعروض الخاصة. العروض الخاصة الخاصة يعني بشهر رمضان الكريم للتأكد من مدى صحة هذه العروض. طيب نشوف الحين مع بعض يعني؟ اي نعم. يعطيكم العافية شباب. اخوان من حماية المستهلك رايحين الان يشوفون شو السالفة شو الموضوع، والتأكد ايضا من عروض ترويجية في رمضان. راح يصورون الان ويدخلون يشوفون الامر. يعطيكم العافية شبابنا. يعطيكم العافية شباب. رايح معاهم كنقل حي مباشر، نشوف مع بعض شو اللي بيصير الحين الاخوان في حماية المستهلك وطريقتهم في الكشف عن كل ملابسات. اهم شيء الدفتر. دفتر ذي في شيء؟ ها؟ دفتر في شيء ذي؟ لا بس حق الاختار مخالفة. وصل السلعة صار بالعربي، الأول بالإنجليزي جبرنا منه يحطون بالعربي. لازم يحط بالعربي. لازم يحط بالعربي. هاي وصف السلعة. وصف السلعة. إيه. شيء جميل. الحين شو تسوون الحين ناصر؟ شو تسوون الحين؟ أول شيء بالنسبة للعروض الخاصة مال رمضان. أيوة. راح نشيك على الرخصة الخاصة نفسها. إيه. يعني هاي بعشر ريال، هاي فيلم عشر ريال الحين. هني يقول لك متاعب مواد الإمارات 20 جرام في 24 حبة بعشر ريال. هل فعلًا حسب المواصفات ولا لا؟ حسب المواصفات المعلن عنها والترخيص نفسه، نطلب الترخيص. نتأكد إنه يكون نفس الترخيص. بتشوف هني السعر كم؟ أقول ودي على الكاشير. على الكاشير. على المطابقة في حال مطابق خلاص. خلاص ما في. طيب بنشوف الحين مع. العروض كثيرة ما شاء الله ومتنوعة، وهم إن شاء الله قائمين على هذا الشيء. تراجع تشوف ممكن تصير شيء الحين. ممكن احتمال، ليش لا؟ وصلتوا قبل؟ قبل صدنا وقبل، بس الفترة الحالية قاموا يحتجون بشكل كبير أكثر. صح؟ في تعاون. حلو حلو. طبعا كلها عروض خاصة عن شهر رمضان المبارك، عروض متنوعة وخاصة. طبعا مثل صالح انت متخصص في العروض الخاصه والتنزيلات، يعني اي شيء في الدوله عن طريقك انت. يعطيك العافيه صالح. شباب لقيتوا شيء؟ والله لحد الان ان شاء الله نشوف. الامور طيبه لحد الان. نرجو ذلك ان شاء الله يا رب، والكل يكون ملتزم. انتوا؟ طبعا حسب الماده الثامنه ايوه من قانون حمايه المستهلك انه لازم يكون معلن عن السعر، فما في اي ما في سعر. لحد الان ما شفتوا اي سعر، هاي يعتبر مخالف الحين؟ يعتبر مخالف انه غير معلن على السعر. شوف هنا في سعر. ايه. بالنسبه لهذه البطاقه موجوده. تضليل ولا ايش يعتبر الحين؟ يعتبر طال عمرك هذا مو تضليل، لانه ممكن يكون على الكاشير يختلف السعر. ايه. مخالفه الماده الثامنه ما تستاهل. الحين تعطيك اختار مراجعه. ايه. على الماده هذه انه هو ما حط عليها اي سعر. علم الاعلان عن السعر. حد الآن الأمور طيبة. ها غير ذاك المنتج استنى ما في شيء ثاني. بعنين لقيت شيء ولا؟ والله نشوف نروح نرجع على الرفوف نتأكد من الأسعار موجودة ولا موجودة. إيه. هذا شو عرض عليه؟ الحين شوف ابو علي قال 20 و25 يعني هو ما يدري.
من 20 ل 25 25 السعر مش واضح معنى ذلك هو لازم فيصل بينك وبينه هو الكاشير لكن هو تيم خالد حتى تخمين ما في يكون بساعة عشان ما يقدر يخمن 20 طيب بنضرب الباركود الحين حلو لا ضربة في الكاشير كم تعطيني؟ تبي تتأكد عن طريق الكاشير؟ عن طريق الكاشير عن طريق الباركود. طالع. عشوائي؟ هي عشوائي من أي رقم؟ عشان تتأكدون فقط. ينكد. بس. 55 حاطة الكاشير. بس متأكد منه؟ متأكد. جهد كبير صراحة يقومون في إخواننا لحمايتنا وحمايتهم دائما نقول لحمايتنا وحمايتهم. خلينا نتابع تشوفه. طبعا الان جايين في العروض الخاصه لرمضان وين الحين تساوي شيء السعر يكون سعرين مختلف وهي مخالفه مخالف. لازم سعر واحد فقط سعر واحد وواضح طيب خلينا نشوف شو السالفه حجمين في حجمين تأكدون طبعا المعلومات في خطأ في خطأ هني ما في سعر دفتر جاهز شكله ايوه طبعا الان للتأكد من بعض الاسعار يقومون الان عن طريق المكينة يشوفون السعر كتب الحين هاي سعر اللي 45 عشان الان اضربه بالكاشير يطلع نفس السعر هاي شو نفس السعر في سعرين الحين صح؟ لا 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 هذه شوكولاتة وهذه حلويات هني في مخالفة تعتبر؟ لحد الحين مش عارفين لازم نشوف شنو الجفت اللي راح يعطون المستهلك أيوة. لما يشتري حلويات وأسعار رمضان مخفضة ايوه راح نقارن المعتمدة هني المعتمدة وزارة في هذا هذه لازم حتى لو ربع ريال رفعها حتى لو ربع ريال هذا اللي فهمته من عدل وصحة معاه اترك حماية المستهلك انا عربي طبعا هذا المشروب المعروف في شكوك في السعر ولا ايش؟ سبع ونص ما زالت الدولة مع حماية المستهلك شغالة وقاعدين يفتشون ويشيكون على كل شيء. لا ننكر ان ايضا هذا المجمع وغيره ملتزمين صراحة بالاسعار ولكن قد فاتهم بعض الشغلات البسيطة الاخوان حماية المستهلك هذا دورهم في الكشف عنها. وصلنا الى مكان الزيوت. الاخوان هنا يحاولون يشيكون على الزيوت والاسعار ومقارنتها بالاحجام وطريقة انتهاء الصلاح. هاي بعض المنتجات راح تشيكون على اسعارها طبعا منتجات عشوائية او مشكوك في سعرها. أي شغلهم يقومون فيه الإخوان في حماية المستهلك. بعض صيدين شيء ربعنا مش صيدين. الله يعينهم. في شيء هني؟ لا بس إنه في سعرين وشيء كذا. أنت متأكد إن في أي واحد سعر ها؟ أنا بشوفه هنا. وبعدين نتأكد من قائمة رمضان المخفضة. إن شاء الله ملتزمين. لا ملتزمين إن شاء الله. شوف الحين. إي هذه
هذه هي اسعار رمضان مخفضه. يعني مثلا عندك متفق عليها. شو عملنا؟ اخذنا هاي الليست طالع. طيب بالعكس حلو والله. على قوام مخفضه حاطين عليها. فانت تروح حق زيت زيتون وين 500 ملي صحيح؟ 500 ملي حلو. كم سعر في رمضان اللي وزعناها على المحلات؟ ايه موجوده هنا كلها. كل المحلات تلقى فيها قائمه هذه. ايه عشان المستهلك بيعرف سعر الشيء يقرا هنا كم سعر. ايه جزاهم الله خير والله ملتزمين هنا. هذه مال تسعيره. ايوه ان المستهلك يجيب القاري بالسلع اللي معاه ويشيك على طول مباشره. ويشيك مباشره فخطوة طيبة منهم إن هم حطوها بالعكس. خطوة طيبة وذكية جدا والله يعطيهم العافية صراحة. ذكية يقارن قائمة سعر السلاكين. هذه يقول لك مجانا. شنو المجانا؟ العشرة هواي. وين العشرة الصغار؟ شنو باركود؟ هذول اللي عليهم هذين الصغار؟ 580 طبعا لازم نشوف الحجم أول. 160 نفس اللي الرقم اللي مطلوب 170 والربعين من الصف الثاني قاعد يشيكون بعد شغالين ما شاء الله عليهم. عينات عشوائية وبحث مستمر ما شاء الله. ما زال بحث مستمر. يقولون هذا فيه مشكلة في السعر ولا ايش؟ ما عليها سعر. لكن فوق شيء تحت ما في؟ لا وصلنا عند البواكة والخضرة. بيتم الحين الفحص العشوائي يجيبون بعض المنتجات للتأكد من سعرها. ها في شيء ولا حد الآن؟ سعر مناسب. شو تشوف؟ شو اللي شايفه؟ كل شيء يعني هاي شيء قاعده طيبه في هذا الاعمال. لا هاي شيء يكون بصمه. صحيح صحيح. شيء طيب. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. ايوه نركز على السلع المجمده. السعر ايوه السلع المجمده لان هذه مهمه جدا. إنها تكون آخر حاجة تشتريها سلع وما تكون أول حاجة. يعني شغلات مجمدة خذها آخر شيء لأن بعد ساعة بالضبط تضرر بعينه. تضرر المستهلك. أنا أفضل أنصح المستهلكين أن آخر سلعة يشترونها سلع مجمدة. هي اللحم والهمبرجر وهاي اللي عليها عروض. هاي مهم إن تشوف الحين. طبعا المثلجات بالنسبة لنا في رمضان مهمة وقد تكون رئيسية في بعض الوجبات لذلك لا بد من الكشف والتأكد من صلاحيتها. تعريف طبعاً تيكو على التاريخ على السعر على طريقة التجميد. ممكن تشوف لي سعرها قبل كم كانت؟ سعر هذه الكبة أنا هذه عليها إقبال في الموضوع. أنا أقول لك فيها أحسن لأن فيها كل أول ما تدخلون أي مجمع تجاري أي محل تجاري أرجوكم دوروا على هذه الليستة موجودة. هذه مبادرة أقل من واجب الخاصة من وزارة الاقتصاد والتجارة. هي عبارة عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك وفيها تقريبا 400 سلعة. شوف هذه. أيوة طبعا هذه من السلع اللي عليها إقبال كبير. حلو. اللي هي الكباب دجاج. عليها تخفيض اكثر من 80% عشان شهر رمضان. عشان شهر حلو. رمضان حلو حلو. جزاهم الله خير بالعكس. نفس الموضوع بالنسبه للسمبوسه نفس الغصه نفس الشيء. عليها سلك اكثر اكثر. العافيه شيء طيب هذا والله. ما زال البحث مستمر. ها
مسوينا بخمسة ريال. ايوه بمناسبة شهر رمضان. بعد حلو. أسعار خاصة ومخفضة. طبعا. شريت حبة أو كرتون نفس السعر. والله شيء طيب. حلو. أديك أنت؟ قبل نقول كان؟ 11 ريال 75. وحين؟ وحين 800 بخمسة. يعني 5 ريال. في 60 70 ريال. نروح مع الكاشير وحين نشيك الأسعار ونشوف. شيء مهم الأسعار المخفضة راح تلقون عليها هذه العلامة. شوفوا هذا. هذه البطاقة موجودة للأسعار المخفضة من الدولة. سعر ايش الحين بيشوف؟ الرقاق. زين خلنا نشوف مهم الرقاق. خلنا نشوفه. هذين الجنود المجهولين الشباب اللي يشتغلون من أجلنا 24 ساعة. تخيلوا يا شباب دائما على اتصال، أي ملاحظة تجيهم على طول يقوم. طبعا هذه المخبوزات المفيدة المضرة للجسم. لقيت شيء؟ والله نشوف الاسعار الطازه. شوف 59 59 59 59. نصيحه للجميع، اي سلعه تشوف فيها يعني منتهيه او شبه منتهيه او فيها اي مشكله اتصل على 1600 1. الان بتبتدي مرحله التدقيق على الاسعار ومقارنتها بالسعر الموجود على الرف حتى يكون هل في مخالفه او لا. شباب وين بيروحون الحين؟ الخضرة طبعا. الفواكه والخضروات من اكثر السلع اللي يكون عليها اقبال شديد في رمضان. ايه كاتبين الاسعار صح؟ العرض اللي ما زال فيها. ما سجل على السعر. 5-1 مجان او شيء؟ نعم 5-1 مجان. الان مرحلة اتاكد من السعر. السعر بيطلع. تأكد من الأسعار. ريال. أوريجينال سعر كم هذا؟ كم سعر طلع ذي؟ هاي 5-5 بس أبي شيء من هرجنا قبل هذا. سعر قبل هذا. وضعك فاتورة؟ تتقام بالأسعار كلها صح؟ حاضر عمي. هذه الدجاجة الإسلامية 900 جرام. سعر قبل كان 142.5. الحين. الكاشير 128. يعني فعلا في تخفيض. ربع ريال. لحد الآن تو الأمور طيبة لحد الآن. زين حلو بالعكس. يعني لحد الحين العروض هاي كلها صحيحة. شفنا الان ما في شيء مخالف الحمد لله. ما في شيء لحد الحمد لله. كل شيء امور طيبه. امور طيبه خلاص. يعطيكم العافيه. شيء طيب هذيك. مرات في شيء ها ايش عنده عشان نركز على النشره. ابن عمك النشره الجميله.
البرتقال البريد ابو شرب ايه رابع خلينا نشوف السلام في شبه مخالفه ولا مخالف نتاكد بس خلينا نتاكد يلا شكوا في سعر البرتقال سعر معروض وسعر مخالف لحد الان ما تدري موصله لا عندي المفروض تكون عندهم موجود اليوم طيب هو حاط على ذبس سعر امس ولا سعر اليوم حاط على سعر امس اليوم ما يقولون في مخالفة بخمسة ريال هم خذ بأربعة ريال نشر انقلبت نقلب مصر بس بعد بأربعة ما زرت أربعة خضروات الأمور هذه الخضرة أسماك بتشيك الأسماك بعد النشرة هذه نشرة مالت اليوم المستهلك طبعا الوزن بالكيلوغرام وهذا السعر للمستهلك خلينا نشوف يا شباب شوفوا لي البغدون كم سعر لا انا البغدونس لازم يكون مستهلك بالسعر البغدونس السعودي ثمانية ونص تقريبا ثمانية ملتزم فيها أكبر من أكثر شركات ملتزمة أربعة كم؟ أربعة ثلاثة ونص أقل من التسعيرة الخيار كمان سبعة ثلاثة ونص عندي زهرة أردنية كم أقل من التسعيرة اليوم أقل من التسعيرة بمناسبة شهر رمضان الفضيل والله شيء طيب يعني مثلا أمر الدين برا بالسوق 15 في هذا النوع جيد أهم شيء بسأل على شهر رمضان أغلب يبيعون أقل من التسعيرة هذه مبادرة طريقة كلها هذا أقل من الواجب اللي نقدمه حق المستهلك أسعارهم حلوة أيوة ولو إنها ما فيه نشرة تلزمه لكنها بعد طريقة العرض صحيحة وكل شيء صحيح طريقة العرض حلوة من بعيد قبل ما تدخل تقدر تشوفها وتحدد نعم يعني المستهلك من بعيد قبل ما يدخل يعرف الأسعار يعرف الأسعار وصلوا عند اللحام الربع المدعوم مال الدولة مال الدولة الكيلو ب14 ونص حتى بعد التقطيع يبيعونه بنفس السعر نعم هذا كم سعر الوزن؟ 14 هذا ايضا المدعوم هذا المدعوم محطوط هنا هو المدعوم هذا الخصم هذا المدعوم
هذا كله مجهود سعر الكيلو لا اكيد بيكون اغلى طبعا لا 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 عشان الكباب في شيء هني؟ لا ما في شيء بيكون يغرقون العظام والشحم الى الصحبه. حتى يعني شوف بادره طيبه منهم حتى لو جابون في رمضان وبعدين يعني بيعمل كباب. بنفس التكلفة نفس التكلفة مثل ما هو مثل ما هو مثل ما هو ينطفون له كل حاجة بنفس التكلفة 14 ريال 14 ريال خلصت الحين الجماعات السلفية خلص خلصنا الجماعات السلفية الحين وين؟ الحين راح نروح نشوف التنزيلات التنزيلات والعروض الخاصة والعروض الترويجية كل راح نشوف الآن خلكم معانا ها بتشوفون شيء جديد عرض ما في داخل الحين بنروح محل نشوف العرض الخاص صح؟ ايه اول نتاكد من العرض من الرخصه موجوده حاطه برا وبعد هاي بالصدفه صدتوا شيء عرض عرض خاص 19/7 صار الحين يقولون شافوا شيء بتاكدون منه بنروح نشوف شو اللي شافوه وش اللي يبغون يتاكدون منه حتى نكون على بينه ايضا معاهم اني وريتك كيف تنزل بس ما $59 and $49. This is 29. Yes. Okay, one free. This one? 20. لازم حد الآن ولا؟ لا أوكي. زين الحمد لله. يعني ما حسيت في تلاعب ولا شيء. لا عدت عليهم مرة. كم سعر؟ شوف الصورة. شوي أوكي. شيك عليهم. $159 يتأكد طبعا بالتفاصيل حتى يكون عربي في مخالفة الحين ايش نوع المخالفة تعتبر في ناصف طبعا انه سوى هو كاتب قطعتين 89 ايوه طبعا بعدين يوم سألناه قال لا هذا فصل بضاعة اللي عليها عرض ايوه فانا كمستهلك شفت المكتوب فباخذ 89 وباخذ وبروح فيتضح انه لا ما في عرض عليه انه ما فصل تعطي الحين اختار مراجعة اختار مراجعة ويختار مخالف مخالف المخالفة عبارة ايش يعني ايش بتكون مخالفة عليه ايوه طب بناء عليها يعني مالية المخالفة اغلاق محل ايش راح تكون لا هذه مخالفة مالية مالية رخيصة رخيصة طيب يعني بتطرشون حد مصلال يشوف الموضوع الفيمتو والتفق مخالفة اسعار حد من مسؤول المصلال عليه يشوف الاسعار يشوف السعر الاخرى تم رفع سعرها ولا مش ملتزم متاكد احنا احسن لازم نتاكد قبل حلو حلو اكتب اسم المحل لا تتردد بالتواصل مع الاخوان في حماية المستهلك على 16001 لو شفت او شكيت في اي بضاعة 16001 عرض خاص بتشوف شو اللي ممكن يمسكون عنده نشوف هذه العرض طبعا ايوه هذه الموافقه على العرض طبعا العرض مستمر ل 1/8/2016
أي نوع من الزيوت تسوي؟ يعني أي نوع من دهن العود؟ طيب. الشباب هني شغالين يشيكون يشوفون يتأكدون وهني شغالين من جهة ثانية في مكسرات. في مثل هذه العروض نشوف الفواتير القديمة. أيوة. ونطابق الأسعار القديمة بسعر العرض. نتأكد من صحة العرض هذه. حلو. يعني هذا العرض عليه موافقة وكل شيء رسمي، ولكن أنت بتأكد هل فعلا هو ملتزم أم لا؟ أي نعم. طبعاً عند قانون الأسعار بين قبل وبعد التخفيضات للعروض الخاصة عشان يتأكدون مدى التزام المحلات. جيب لي طلع لي أكثر من شيء وبعدين حاول. عندك زر في الصندوق؟ لا. يعني بتشوف انت الحين فواتير ثلاث شهور قبل عشان تعرف السعر. ثلاث شهور قبل متاكد من صحه العرض الخاص. في السيستم اوكي؟ لا في السيستم ما راح تبين، عرفت شلون؟ في السيستم الحين انت نبين الفاتوره. انت كنت فيها يعني قبل 400 60% 40. اوكي. في بعض المحلات قبل العرض الخاص ايوه تسوي خصومات وقت العرض الخاص يكون السعر يكون السعر اغلى من قبل كان ارخص. العرض الخاص يكون السعر ارخص. في العرض الخاص يكون السعر اغلى. فهو يقول لك انا والله من 600 إلى 600، لكن الصحيح العكس إنه قبل العرض الخاص يكون أقل أقل من 600. سعر الحين نفس هذا القطعة. أيوة. شعر كم ذي؟ 15. 500 هذه؟ أيوة. 1500. 1500 وقبل؟ قبل 1000. الحين 500. 500. 500. أقل. شوف شو ثاني خلي اجيب لك شيء ثاني خلي نخصم هذه الاشياء هذه كان فيه نخصم هذا المدد 8 تريا 1200 هذا نفس الفاتوره. امسك الساعه يناير اعطيني الفاتوره اللي هي مدتها 21 يوم. أيوة. مرتين في السنة تصل بينها 4 شهور. حلو. أقل نسبة خصم كم في التنزيل؟ 20% طالع. أيه. بس في الإعلان ما تظهر الإعلان 50 أعلى من 50%. أيه أيه أخصم بالكشوفات موجود الترخيص. أول شيء لازم تشوف الترخيص صح؟ أيه. عشان هيك بدك تختار تحط انه سبيشال برايس هاي من بلديه.
شرط بس هم عشان القادم لأنه ما في عن حد برسنتج أنتوا حاطين أكثر من 50 إيه عنا أكثر من 50 لازم كلها 50% صح؟ لازم مثلا دام حاط البارتيشن هذا عليه 50% لازم 50% احنا عندنا نوعين في نوعين 50% ايوه تنزيلات وتنزيلات حتى 50% في حالة انه حط حتى 50% لازم يكون نص المحل او الربع بس ما شايف الحين الحين انا مستهلك دخلت شوف 50% لازم اشوف ربع المحل او نص 50% صحيح عشان ما يكون اعلان مضاد ملتزمين اوكي يجيب راتعة بالأقل بعد زين والله ما شاء الله صحيح أنا في العادة في الكشوفات ما أعطيهم ترخيص لازم يجبر الكسور تحت للأقل عشان أعطي موافقة فيعدلون كشوفاتهم يجبرون الكسور الأسفل مع المستهلك بس الآن أوكي ماشي تمام أيوه جزاك الله خير يعطيكم الف عافيه سليمين ها في شيء؟ هنا العروق ما تقدر هو يقدر يتحكم فيها يسوي اللي يبيه هذه الان جوله البحث يدورون الشباب احيانا بيصيدون شيء جديد فعلا يتعرضون ساعات لمضايقات ولكن شغلهم محدد ويطبقون القانون يطبقون القانون مع مراعاه بعض الظروف يعطيهم العافيه صراحه يخلص يوم 5 اليوم آخر يوم عرض خاص هذا؟ عمل حملات بشكل متواجد أيوة متكررة معظم المحلات الآن في المجمعات التجارية قامت تلتزم خاصة في التنزيلات أي تخفيضات صار في التزام كبير من التجار تعرفوا لكم خلاص وانتزموا طبعا احنا وصلنا المرحلة نقدر نقول نحسسنا التاجر ان جميع المستهلكين هم حماية المستهلك الله صار العرض هذا اهم شيء عملت خلينا نشوف 50% شو السالفة انا اول شيء نتاكد من الرخصة ثاني شيء نتاكد من ان البضاعة جميع البضاعة الموجودة في المحل عليها خذ لما ياخذ الرخصة يوقع على تعهد ان ما تقل عن 80% لازم اذا اقل من 80% نلغي التسجيلات من حقك تطلع على كل الاوراق هذه اي شوف هني مثلا كان لغط يطلع بين الاعراف والتنزيل هاي صح على المستهلك حلو لحد الان كنظرة عامة الامور طيبة لحد الحين الامور طيبة بس نبينا شوفوا الحركة هذه ما تنزلت الحركة جديدة وايد أنا صرت فيها تلاعب اللي يقول لك مثلا الحين هذه معناته كم عليه خصم ما تعرف لا تعرف شنو No more net internet. From ministry. No more net sir. I check no more. I pour out no more. From where this one? Bring it. Screen before and after. Screen before? This is 379 before. Now it's 186. Hmm. 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 تجي ابتداء من السهل يروح الكشير احسن؟ ايه تأكد من الكشير افضل
لا قالوا لي يحصلوا من 39 ريال فوق. حلو كم في المية؟ هذا 9% up to 50% اكثر من 50% وفعلا في هيك حساب اكثر من 50% 39 اوكي قلنا الحين هذه هي الحين احنا ما نعرف كم بالمية انا اقول لك طبعا هاي خدمه اضافيه للمستهلك هو حاط البرسنتج دار مدار المحل كله 50% صحيح حلو طبعا في بعض المستهلكين يجون هني مثلا ابتداء من 39 ريال وهني مثلا ابتداء من 69 ريال حسب امكانيات المستهلك المستهلك بدل ما قاعد يلف حسب منظمته المالية يعرف وين يروح أيوة. وهذا شيء طيب هاي بادرة طيبة المعلن ان المحل كله 50% ايوه قاعد اوفر لكم الوقت فعلا وتبغي بضاعه بحدود 39 ريال راح تلقاها من هنا 39 وفوق حلو 99 وفوق حلو حلو محلات فيها تنزيلات سيتي سنتر والربع جزاهم الله خير بحمايه المستهلك شغالين يتابعون ويرغبون يعطيهم العافيه صح كذي؟ اسعار خاص هاي عرض خاص هو ماشي صح هاي صحيح هاي انا ماركات هاي محل ثاني الترخيص نشوف السنة الشهر ملتزم آخر يوم يكون 8/6/2016 بالنسبة للتنزيلات صالح يلا شوف أكثر من 50 بس معلنين 50% وفوق وهذا عادي طبعا صح؟ هذا عادي لكن لو أعلن 60-70% يعتبر مقابل قابل عمي في شيء؟ الأسعار زينة؟ زينة حد الآن الأمور طيبة صح؟ ايه هذه لسة ايش هذه عند صالح؟ هذا اللي نعطيها نعطيهم موافقة عليها ايه بيرسنت نتأكد منها معينة ومتابعة معينة قبل بدء التنزيلات ايوه والمتابعة أول ما يبدون التنزيلات نفس الحين بدو ايوه نتابع معاهم نطلب فواتير نهايه وانت موجود تتابع معاهم ايوه طب هم الحين بيجيبوا لك شيء تشوفه الحين انا قاعد اشوف الليست عندهم اتاكد منها بس الكود اربع الكود هذا الكود اللي هنا كود الفاتوره اي نعم المبلغ صحيح خصم 35 موجود خاص بحمايه المستهلك أقول لك عزيز المستهلك راجع فاتورة الشراء قبل مقادرة نقطة البيع احتفظ بها هي تساعد على حماية حقوقك وطبعا هنا موجود الالتزامات اللي يقوم بها المزود هذا يبين لك أن التاجر يبين أن التنزيلات بنسبة 100% ملتزمين يعني ملتزمين بالنسبة المحطوطة 50% نفس القانون نفس الشيء الحمد لله معظم المحلات سواء العروض الخاصة والتوجيه والتنزيلات ملتزمة بشكل يعني خلينا نقول 99% الحمد لله ما شاء الله حلو بروح مكان ثاني الحين بعد ودنا بعد مكان مطاعم شو المطاعم شو عندهم ما يندرى المطعم هذا رافع شعاره دبل وزيادة أصناف بدون رجوع للجنة تعين حد الأقصى الأسعار طبعا احنا راح المخالفة رفع الأسعار رفع الأسعار مطالب المادة عشرة
طبعا شلون نعرف ان المحل مخالف؟ طبعا الاداره عندها قاعده بيانات جميع الاسعار لجميع الانشطه التجاريه. نقارن السعر اللي موجود عندنا بقاعده البيانات بالسعر الحالي. فاكتشفنا ان في رفع اسعار مخالفه على رفع. والحين زايد السعر دبل بدون موافقه. ناصر راح يحرر الحين المخالفه. يلا يا ناصر. تم التسجيل لاحد المطاعم لتحرير مخالفه رفع السعر دون موافقه. ايش المشكله؟ هذا اختار مراجعه صح؟ يراجعني. يراجعكم وتكتب المخالفه هناك عندكم في الوزاره. تحرر الوزاره. هو بخيار الحين بثلاثة صح؟ ايه هنا بستة ستة هذه ما فيها موافقة. طبعا عطينا طلب مراجعنا ان زايد اسماك بدون الرجوع للجنة. ايوه ما اخذ موافقة الادارة وقام بزيادة بعض الاسماك. طبعا هذه القائمة الأصلية اللي عندنا وهذه الزيادات طبعا يعني اللي كان بعشر صار ب12 وهذا بثلاث ريال بعشر وهني طبعا تكون شو 14 صح صار ب10 وهني ب14 صار ب15 وهني ب8 صار ب11 هذه كلها مخالفة. اي خلاص هذه رافع اسعاره بدون اخذ موافقة مخالفة المادة العاشرة قانون اسعار المطاعم. هاي شلون؟ طبعا لجنة المطاعم مكونه من عده جهات من الدوله منها وزاره الداخليه وزاره الاقتصاد والتجاره وزاره البلديه. يعني مو بشيء شخص يقدر يرفع السعر بدون رجوع لكم الموافقه. يوافق اللجنة ويدرسون حالته ويدرسون التكلفة التشغيلية كاملة. أيضا مطعم مخالف. هاي ليش مخالف هني؟ هذا رفع أسعار. رفع أسعار. طيب نشوف السالفة الحين. رفع أسعار رفع أسعار. هذه بطاقة الشخص المسؤول او مدير المحل. رفع الاسعار بدون ما ياخذ موافقه هذا تعتبر ايضا مخالفه. باقي مكان بعد؟ الحمد لله اليوم الحصيله زينه؟ الحمد لله زين الحصيله اليوم. يعطيكم العافيه صراحه. يعطيكم العافيه. انتهت دورتنا اليوم مع احمد المستهلك واتمنى اكون وفقت ونقلت لكم صوره حيه لحملات يقومون فيها بين فتره واخرى وباستمرار. طبعا الشباب طلعوا معنا اليوم مدربين. وفاهمين وعارفين القوانين لذلك يعني حاولوا قدر المستطاع انهم يضبطوا كل مخالفه من اجل خيرة شبابنا نفتخر فيهم ونحس بالفعل هم يشتغلون عشاننا لذلك نوجه لهم كل شكر وتقدير وتحية على جهودهم اللي احنا يمكن ما نعرفها احيانا. حاولت قد ما قدرنا اقول لكم واقع يمكن احنا ما نعرفه ولكن بالفعل جهد كبير يكون فيه اخوان في حماية المستهلك فكل شكر وتقدير لهم. ولكن أرجو منكم أن نكون إحنا أيضا عيون لحماية المستهلك. أي مخالفة شفتها أو شكيت فيها وأي سعر تصل على 16001. واليوم أنا أغطي معاكم عبر السناب دور حماية المستهلك جاتني يمكن 4 أو 5 ملاحظات وجهتها لهم وتواصلوا مع الجهات المعنية لي. أيضا أذكركم أن هناك في لستة خاصة أو قائمة خاصة مخفضة أتمنى إحنا نستفيد. هذا اللي تشوفونه هو برج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تعقد لجنة تحرير خلال شهر رمضان المبارك ونشوف باكر رمضان ولا لا. أقول لكم الأحداث أول بأول. خلكم معي عبر سناب اتشال ساعي عشان أعرف باكر بيكون أول شهر رمضان ولا عقب باكر.
احنا الان الله يبارك فيك في مقر اللي بيكون فيه الاعلان ان شاء الله في رؤيه الهلال. ايوه هذا الان المكتب الكون جهزونه هذا على الطاوله هذه ان شاء الله تعالى. تحرير رؤيه هلال شهر رمضان المبارك. يعطيكم العافيه شباب. مع الكاميرات الان الكل يستمع.